اولا كنعتذر على البارح لانه الضغط اللي كان عليا جعلني انني غادرت البارح. حنايا قمنا بالدفوعات الشكليه، اليوم غادي نسمعوا شنو القرار ديال المحكمه، ولكن كان وقع واحد النقاش حد ما بين المحامين ديال وزاره الداخليه اللي ادعت بانها هي في الواقع كتمثل عبد اللطيف الحموشي اللي هو كيفاش كيقولوا موظفين الاعيان ديال الدوله، عنده الحق انه يلتمس من رئيس الحكومه ينوب عليه في المحكمه، وهذا غير صحيح. في الملفات الجنحيه ضروري حضور او الشكايه تجي من الذي يقول انه تضرر، وده كان عبد اللطيف الحموشي تضرر من كلامي، كخصو يدير هو المحامي، ماشي صيفط وزير الداخليه باش يقول للرئيس الحكومه ينوبلو على 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 المدير العام ديال الامن الوطني. شكون الامور؟ وقعت مكالمه حده كبيره بزاف، لانه ادعوا كذبا وزورا امور غير صحيحه مرتبطه بالفيديو ديال الدوليز. هو الفيديو اللي الضابطه وهبه كانت شكات صاحب الجلاله مباشره، وصاحب الجلاله الديوان الملكي صيفط الشكايه ديالها الى رئاسه النيابه العامه، كانت عارفه بانه وهبه تتمتع برفع الاعتقال المنع ديالها من الخروج. هذه الحجه انها خرجت بصفه قانونيه، واذا كانت خرجت وفي الملف لا يوجد ما يمكن ان يثبت بانها هربت، رغم ذلك هما حولوا البحث من شكايه للديوان الملكي باسم صاحب الشكايه موجهه لصاحب الجلاله وللديوان الملكي، صيفط الرئاسه النيابه العامه، جات الشرطه البوليس الشرطه القضائيه حولت الامور ودارت اللي بغات. وبالتالي انا عارف بان اليوم كاين واحد المعركه، وغادي ندخل دابا مسلح بايماني بالله، لان الذين ان الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات وكيجيبوا من النار، اما الفاسدين واذا كانوا في النار كالشيطان وفعيلهم كيخرجوا من النار وكيدخل تصلتهم الظلمات.